تركيا أكبر مهرجان لصناعة الصواريخ والطائرات بدون طيار. شباب تركيا يتسابقون بصواريخهم. في سابقة هي الأولى هذا العام، انطلقت منافسات سباق الصواريخ المبتكرة من قبل الموهوبين الشباب ضمن مهرجان تكنوفيست 2021 لتكنولوجيا الفضاء والطيران، ويجري السباق وسط البلاد بدعم من شركة روكسانا التركية التي تعتبر أسطورة صناعات الدفاع، وكذلك شركة توبيتاك التركية. وفق المعلومات، يهدف تكنوفيست إلى خلق توعية لدى المجتمع حول مواضيع الفضاء والتكنولوجيا والصواريخ والطيران، وتشجيع الشباب ممن لديهم فضول واهتمام بهذا المجال. تستمر المنافسات ضمن 4 فئات، هي طلاب الثانوية 5000 قدم، والارتفاع المتوسط 10000 قدم، والارتفاع العالي 20000 قدم، والمهمة الصعبة الصاروخ المتدرج. هذا وتواصلت فعاليات سباق الصواريخ حتى 12 سبتمبر أيلول الجاري. ويعتبر تكنوفيست وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض اختراعاتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات والسيارات الذكية بدعم مباشر من الرئيس رجب طيب أردوغان.